انا مش هقدر اعمل كده يا سليم، مستحيل. يودا بطلي عنده واعملي اللي بقولك عليه. يلا خلصي، مفيش حل تاني. عشان خاطر يا سليم فكر، اكيد في حل تاني. حتى لو في حل مفيش وقت. يلا خلاص يا يودا. طب انت بقى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه؟ عشان كنت هتقولي لابوكي، وابوكي ما كانش هيرضى يعمل كده. يلا يا هدى، يلا ما تتعبنيش بقى. طب انتوا هتعملوا ايه؟ مش عارف، بس بعد اللي عطيه هيعمله مش هينفع نقعد هنا خلاص. يلا هدى، يلا ما تتعبيش قلبي بقى، يلا خلاص. لو سمحت عايزة أبلغ عن مكان مجرم هربان اسمه سليم الأنصاري. أيوه عوني، هاي برافو عليك، تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة، ما تروحش لوحدك. المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة. اسمع الكلام، أول سليم الأنصاري ما يبقى تحت إيدك كلمني على طول. يلا بالسلامة، مع السلامة. تعالى صراحة، وشك حلو علينا. جات لهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري. طيب مبروك. مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي. ها؟ قول لي بقى كنت عاوز إيه؟ كنت عاوز أستأذنك في حاجة كده. يا إخواني، إني أشهد الله وأشهدكم على هذا المارق الذي تحول إلى مرض خبيث ينعس في جسد بلدتنا الطاهر. وكما قال المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأنا قدامكم أهو بديله فرصة أخيرة إنه يخرج بره البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا إما قسما بمن رفع السماء بغير عمل أخلي البلدوزر ده يساوي الأرض بالبيت اللي فيه. سمعني يا صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. اوعى يا سليم، أنا هخرج لعطية أتكلم معاه. مينفعش، جاي بعيد، بعدين ما تلاقيش كوغاية في الطريق. استر يا رب، أنت رايح فين يا شيخ صالح؟ مينفعش اللي هتعمله ده أنت كمان يا عم صالح. أنت خايف؟ أنا خايف عليكم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. البتاعة اللي أنت ماسكها في إيدك دي يا صالح، أنت مش شايف فيه إيه قدامك ولا إيه؟ يعني أنت مش أعمل بصيرة بس، ده أنت أعمل بصر كمان. ارمي يا صالح البندقية اللي انت ماسكها في ايدك دي. هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لا علمها لي يا صالح، بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش أمثالك. وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا عطية؟ تعال خش جوه يا عم صالح، ملوش لازمة الكلام. اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده. انا عندي كلمتين هقولهم واجري على الله. يا اخوانا انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط، وليكم علي حق النصيحة. يعلم ربنا إني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطية وصدقتوه. وأنا لو سبت بيتي عشان أحمي نفسي هبقى بخون كل حاجة جميلة علمتها لكم. وعشان كده أنا مش همشي ولو فيها رقبتي. بقى أنت يا صالح اللي بتكلمنا إحنا عن التربية والأخلاق؟ يا أخي روح ربي بنتك اللي أنت سايبها عايشة في حضن اتنين أغراب. كان لازم أصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت.
عطايا. أنا رايح للحبايب يا بنتي، أنا كنت بتمناها ونولها لي. لا لا، من مات دون بيته فهو شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تسيبنيش. أشهد أن لا إله إلا الله. أبوي ما تسيبنيش يا أبوي يا بنتي. أبوي أسيبني مين يا شيخ صالح؟ أسيبني مين؟ أبويا يا شيخ صالح، يا شيخ صالح أبويا. هنعمل ايه مولانا؟ هجوم مال البلد. بلغ لاخوانه اقتالهم بلا حواده، وان الله وعدهم احدى الحسنين، الفوز او الشهاده. وانت شوف العربيه بسرعه وبلغ ابوها يسيب البيت حالا. انا هنسيبهم لوحدهم؟ هنسيبهم لوحدهم، احنا لازم نكمل مسيره في مكان اخر. يلا اتحرك بسرعه. انت مين يا جدع؟ انت وصلتلي منين؟ انا اسمي سليم الانصاري. خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فضيلك النهارده، كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده، بس معلش هقابلك في السجن قريب. استهدي بالله يا حبيبتي، ربنا يصبرك. مات، مات وسابني لوحدي، سابني لوحدي في الدنيا. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت مش لوحدك، احنا كلنا معاكي. يلا ابراهيم. يا سليم بيه كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ كان لازم اجيب حق عم صالح قبل ما نمشي. يلا انا مش همشي واسيبه. ما ينفعش عشان خاطر يا سليم. مش هقدر. يلا يلا حيد الله يا انسه هدى. يلا حيد الله. الجثة دي تتنقل على المشرحة فورا، ونستنى تقرير الطبيب الشرعي لما يطلع، وساعتها هنعرف النيابة هتطلع تصريح التفنيد. والجثة يا فندم مين هيستلمها؟ ده بنته ملهاش أي أثر. هتظهر يعني هتروح فين؟ وساعتها هنعرف اللي حصل بالظبط. وسليم الأنصاري يا فندم. سليم الأنصاري هيروح فين يعني؟ ما بقاش عنده حتة يروح فيها. هنجيبه هنجيبه، لازم هيقع في إيدينا. اقلبوا لي الدنيا على سليم. حاضر يا فندم.